موضوعنا الأبرز لليوم، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توجيها ملكيا بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20% واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة 3 أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر من هذا العام 2023. للحديث أكثر نرحب معنا بضيفنا الكاتب الأستاذ عبد الرحمن المرشد. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. يا هلا والله، الله يحييكم ويعطيكم العافية. يا هلا وسهلا فيك أستاذ عبد الرحمن. بداية، يعني إصدار أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيادة مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 20%، نبغى نتكلم عن تفاصيل وحيثيات هذا القرار. طبعا أولا يعني هذا القرار يعني حقيقة زيادة المعاش أو راتب المستحق الضمان الاجتماعي بنسبة 20%. هذا يؤكد حقيقة اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله بالمواطنين وبحقيقة الفئات الأشد حاجة والفئات يعني حقيقة يعني المحتاجة. طبعا احنا كلنا نعلم ارتفاع أو غلاء المعيشة اللي يضرب حقيقة في كافة اقتصاديات العالم، وبرغم ذلك نشاهد يعني حقيقة أنه الدولة يعني رعاها الله لم تقصر، بالعكس رغم الظروف الاقتصادية الصعبة نجد يعني المملكة العربية السعودية بادرت وتعمل باستمرار دراسات وباستمرار تعمل تقييم لهذه الفئات، وإذا وجدت حقيقة يعني أن هناك حاجة أو هناك مثلا ارتفاع أو غلاء في المعيشة نجد الدعم مستمر، الدعم حقيقة حاضر. طبعا هذه الفئة فئة اللي هو مستحق الضمان، كلهم كما نعلم من الفئات الضعيفة والفئات المحتاجة سواء من الأرامل أو من الأيتام وغيرهم يعني. ولذلك نشاهد أنه المملكة العربية السعودية لم تقصر معهم، بالعكس دائما وأبدا نجد الدعم حاضر، نجد التقييم مستمر. إذا كان هناك والله ارتفاع في غلاء المعيشة، إذا كان هناك ظروف اقتصادية صعبة، نجد ولله الحمد المملكة أو نجد الدولة تبادر برفع هذه الصعوبات عنهم ومحاولة بحول الله قدر المستطاع أن يعيشوا حياة كريمة تليق بهم. جميل، يعني عطفا على كلامك الدولة دائما تقف مع الفئات الأشد حاجة، والدليل يعني على هذا القرار وهذه الزيادة، حدثنا عن هذا الموضوع تحديدا، تعليقك. نعم، هذه الزيادة زي ما قلت لك الله يعطيك العافية أنه المملكة العربية السعودية باستمرار إحنا نلاحظ التقييم هذا مستمر، تقييم باستمرار عندما يكون هناك حاجة لزيادة المعاش نجد ولله الحمد القرارات حاضرة، نجد قرار خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حاضر في رفع المعونة لهؤلاء المحتاجين ومساعدتهم قدر المستطاع. إحنا نشاهد الآن قبل فترة عندما تم إطلاق حساب المواطن وأيضا مستحق الضمان هناك العديد من المزايا اللي يحصلون عليها. ربما البعض يقول أنه والله معاش الضمان الاجتماعي هل هذا هو ما يقدمه أو ما تقدمه الدولة لهذه الفئات؟ لا، هناك أمور كثيرة لا يعلم عنها الجميع. عندك الآن مثلا هناك معونة لفاتورة الكهرباء، عندك هناك معونة لحليب الأطفال، عندك هناك معونة للأغذية، عندك هناك معونات مستمرة يعني لكافة ما يحتاجه على مستوى الصحة أيضا ما يساعد هذه الفئات على رفع الغلاء عنهم ولرفع أعباء المعيشة عنهم. كل هذه الأمور تقدمها الدولة ولله الحمد لمساعدة هؤلاء المحتاجين ورفع الضرر عنهم قدر المستطاع. بالفعل أستاذ عبد الرحمن، يعني تنوع أشكال الدعم، مجرد أنت تدخل أصلا على الموقع تلاقي كثير من أنواع الدعم، يمكن حتى ممكن في البعض ما يعرف عنها. لهالسبب احنا نتكلم عن دور الحكومة في هذه الزيادة لمستحقي الضمان واهتمام الدولة بهذه الفئات. خلينا نقرا هذا الموقف خصوصا للناس اللي يعني يعانون، او خلينا نقول يعني معاشاتهم نوعا ما متدنية. نعم، انا زي ما قلت لك الان انه يعني خلاف المعاش اللي الان اللي تم دعمه
تقريبا الآن 20%، هناك دعم لفاتورة الكهرباء، هناك دعم لحليب الأطفال، هناك دعم للأغنياء، هناك دعم حتى المواصلات. نعم حتى المواصلات يا أستاذ عبد الرحمن. نعم هناك دعم لكافة، يعني حقيقة لكافة الأمور المعيشية اللي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية. وهذا يؤكد يعني حقيقة ولله الحمد أن في دولة رعاها الله يعني تقف مع المواطن أينما كان وتحاول مساعدته وتحاول رفع الضرر عنهم قدر المستطاع. لذلك يعني والجميل في الأمر يعني أن التقييم مستمر، يعني هي المسألة ليست والله أنا قدمت دعم وأنتهى الموضوع، لا، هناك يعني حقيقة تقييم مستمر، ومتى ما يعني وجد هناك حاجة أو يعني حاجة لزيادة المعاش، حاجة لدعم مثلا كافة أشكال المعيشة، يتم مباشرة رفع هذا الأمر، ويتم حقيقة رفع لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللي لا يتوالون حقيقة إلا ونجد الموافقة الحاضرة على طول لرفع الكاهل أعباء المعيشة عن هذه الفئات. هذه الفئات طبعا كلنا على أنهم عبارة عن يعني حقيقة يعني فئات تستلم رواتب ضعيفة، رواتب متدنية، أو يمكن بعضهم ليس لديه رواتب يعني حقيقة، وكلهم من الأرامل ومن الأيتام ومن كبار السن ومن المحتاجين. أيضا الحقيقة بضيف أيضا هناك دعم الأدوية، كل هذه الأمور أو كل أشكال الدعم متوفرة لمستحقي الضمان الاجتماعي. ونحن نقول ولله الحمد يعني حقيقة يعني بفضل الله عز وجل نحن في دولة يعني تساعد يعني حقيقة أبناءها، تقف مع أبناءها وبناتها أينما كانوا وأينما يعني حقيقة وجد يعني الحاجة، نجد الدعم الحاضر. نعم، أنت ذكرت في بداية حديثك أستاذ عبد الرحمن أن الصعوبات العالمية الاقتصادية موجودة، يعني أنا أقول أنه كل دول العالم تعاني، مش بعض الدول، كل حتى الدول اللي اقتصادها مرتفع وضخم تعاني بسبب المشاكل العالمية المتتالية، إلا أن السعودية في ظل هذه الظروف الصعبة العالمية ما زالت تدعم مستحقي الضمان. تعليقك. يعني احنا ولله الحمد، سؤال جيد حقيقة. نحن ولله الحمد الآن في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، بالعكس يعني كثير من الدول تعمل تقشف، كثير من الدول تعمل ضرائب، كثير من الدول تعمل يعني حقيقة رسوم إضافية، لكن احنا ولله الحمد نشاهد الآن انه الدعم بالعكس، يعني احنا في ظل هذه الظروف الصعبة نجد هناك دعم لهذه الفئات. وهذا ولله الحمد يؤكد زي ما قلت لك انه المملكة العربية السعودية تقف باستمرار مع هذه الفئات المحتاجة، وبالذات الفئات الأشد حاجة. هذه الفئات اللي يعني حقيقة يمكن تعاني بشكل كبير من غلاء المعيشة، تعاني حقيقة من ارتفاع يعني تكلفة المعيشة. ولذلك نجد انه هناك تقييم مستمر وايضا دعم، يعني ليست المسألة فقط تقييم فقط وانه والله دراسة وعمل فقط دراسات فقط يتم حقيقة بس بمجرد أمور يتم دراستها أو يتم حفظها، لا، هي دراسات وتقييم، إذا وجد الحاجة نجد الدعم مستمر. الآن يعني الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، يعني أغلب دول العالم يعني نشاهد ارتفاع في الرسوم، نشاهد ارتفاع في تكاليف المعيشة، الرسوم المعيشية ارتفعت. إحنا ولله الحمد نشاهد العكس، نشاهد الدولة حفظها الله ورعاها تقدم دعم كبير لهذه الفئة. ونحن والحمد نشكر خادم الحرمين الشريفين ونشكر سمو ولي العهد على ما يتم تقديمه على ما يتم أيضا إعانته لهذه الفئة. نحمد الله عز وجل أن في دولة يعني حقيقة باستمرار تتلمس احتياجات شعبها، تتلمس احتياجات مواطنيها، وتقدم الدعم وتقدم المعونة لكافة أبناء وفئات المجتمع.